أعتقد من أصعب الأمور اللي صارت وياك ووفاة الملحن الكبير طالب القرغولي. أنت كنت وفي جدا وياه لدرجة أنك ظليت تزور المقبرة اللي هو بيها مقبرة النجف. هاي العلاقة الغريبة بينكم شلون توصفها؟ هي العلاقة أولا هو مديري، هو رفضك مرة؟ لا هو ما لا كان إذا دحكي لك على الرفض، أنا فرقة الإنشاد رفضني روح الخماش يعني لأنه كنت أرتبك. فحتى من جيت أنا أمتحن ما امتحنوني اللجنة بالإذاعة، امتحني هو أستاذ طالب نفسه. مش قال لك؟ هاي أول لقاء بينكم. أي غنيت عندما يأتي المساء، بس مو هيك حلو غنيت. قال لي الصوت عندك انت بس، قال سبحان الله، قال انا امتحنت بهاي الاغنيه، خل شو تجيب العود خل اغني لك انا شلون. فهم ما عندهم قدره ان يشوفون الخلل البيك، فاخذ العود دي يسمعني الغناء الصح. فقال لي اوكي روح ويا مجموعه قلت له شنو مجموعه؟ انا ما اروح لا مجموعه ولا شيء، تقبلني مطرب تقبلني ما تقبلني هذه خليك كورس كورال يعني ويا ذولا مجموعه المطربين مو فرقه الانشاد ولا كورس يعني اكو مجموعه أربعة خمسة واكو كورس ذول يردون ورا هذا واكو فرقه الانشاد. قلت له يا استاذ انا عايف الهندسه مكمل مع دراسات نغميه وهذا شنو مجموعه فظلت يعني بالتلفزيون انتظر الفرصه. اخذت اول لحن من ياسين الراوي الله يرحمه، ما عندي موعد وانتظر اي ما شكل شيء. شوف اكو فرق بين الاغنيه انت تقدمها بصوتك يكون صوتك باداء وبكل شيء، اي اغنيه تقدمها تطلع حلوه. اللي انا صار وياي انه اجت لي فربيه قدمت صوتي لكم. الحين جاي الحين هسه طالب القرغولي وشلون بدت الصداقه بينكم وراها؟ هو يعني صار صديقي واكثر شيء يعني احنا بعمان من سافر مره سافرنا التقينا هناك واجى بسياره يعني هو جايب هويه دزت لي التفات واجينا يعني تقريبا الطريق كله واحنا نسهر يعني يعزمني ونسهر بالمطاعم هو المدير مالي اقعد يمه ونسولف حتى مرات يقول لي اقول لك انت من تحكي حكك ثقيل يعني اسمع كلامك اصدقك اشوف عمايلك بس انت ماكو شيء. ففد يوم انا اغني بالشيراتون يقول انا والتفات دخلنا اكو قاطع هيجي مثل هذا قبل ما تفوت للصاله تلتفت شد اغني مسهرني ام كلثوم نعم قال التفات هاي هو سولفه هذا اذا عراقي شو هذا شلون ما جايني للاذاعه والتلفزيون اوكي زين اذا عربي اذا يغني لام كلثوم شلون ما جايني للمؤسسه العرب كلهم من الوفود تروح عليه نعرفهم يقول فئت انت شنو هذا محمد شامي اللي عندي يشتغل يقول قررت اعطيك اغنيه ثاني أغنية وطنية هو هاي ورا ما لاصت الأمور الأغنية ما قدرت ما غنيتها زين فمن جينا من عمان بديت أحكي له أنا شنو كنت قال لي لا خلي أسولف لك القصة فسولف لي هاي القصة يقول هسا أني ما أغلط إذا أخذ منك الأغنية أولا راح أكسر نفسيتك ثانيا راح أطلع أنا غلطان شلون واحد ما عنده صوت وهذا ولحن له فمشيته وقلت يا رب كنت تطلع بالتلفزيون مرة واحدة وتروح ويا أن طلعت مرة واحدة وراحت فقلت قال لي لعد إسا أنت بديت تمسك زمام نفسك وسولف لي هاي القصة يعني أنا ما كنت أعرفها لحن لك بعد هو لو لا أي لحن لي وراها ليش ما ضربت أعمالك وياه رغم هو أعماله بالعادة ألحان وطنية كلها وطنية وطنية